تمام. أخيرا إشارة الكابتنة يا كابتن هاني، هل هتكون بالأقدمية في الفترة اللي جاية؟ يعني ده المعروف في منتخب مصر، اللعيب اللي لعب دولي يعني دلوقتي كابتن، لغايه دلوقتي الموجود دلوقتي عمرو السوليه هو كابتن المنتخب، لانه هو يعني من اقدميه في من خلال مشاركاته الرسميه مع منتخب مصر، فلغايه دلوقتي ماشيين بالسيستم ده يعني. لكن في حالة اكتمال منتخبنا الوطني، أعتقد إن حجازي هو أقدم لاعب في منتخبنا الوطني. حجازي من آدم الناس يعني، من أوائل الناس اللي لعبوا مباريات رسمية مع منتخب مصر، وبالتالي محمدي برضه. حجازي ممكن أو محمدي أكيد. محمدي محمدي يعني بالظبط، محمدي بعدين حجازي، وأعتقد هيبقى يعني لسه برضه على حسب الناس اللي هتكون موجودة في القائمة النهائية. طيب أجيري وصل له إن في انتقادات وإن في ناس بتتكلم على اللعيبة وعلى ضم اللعيبة جديدة، وصل له الكلام دوت؟ وصل له أكيد الحالة راجل بتاعت وكيل طبعا، الشارع المصري إن هو مطالب بالفوز بكأس الأمم؟ ما فيش شك طبعا، ما فيش شك، هو مش منعزل عننا، ده عايش وسطنا، واكيد بيوصل يعني، اكيد الناس بتوصل له، اكيد هو عارف. هو انا لما اتكلمت معاه هو قال لي الضغوط طبيعي ان احنا في ضغوط، حتى لو البطوله بره ارضنا اكيد برضه علينا ضغوط ان احنا نفوز بالبطوله، وبالتالي راجل عنده خبرات كبيره، مسك قبل كده منتخبات على مستوى عالي، اتدرب في كاس العالم، فموضوع الضغوط بالنسبه له ده يعني ما اعتقدش بالنسبه له شيء مقلق يعني، بالعكس هو ساعات بيقول ان الضغوط ديت بتخلي يعني الضغوط بتخلي التركيز اكتر، حتى بالنسبه للعيبه وجود البطوله في مصر قدام جماهيرنا بيحط علينا بقى بعض الضغوط، لكن في بعض الاحيان الضغوط بتكون مطلوبه، وبالتالي الراجل ملم بكل حاجه، عارف طبعا موضوع الانتقادات وعارف، لكن هو برضو من الشخصيات اللي يعني ما تلتفتش قوي او مش مهتمه قوي بالسوشيال ميديا، وعنده زي ما بيقولوا كده خريطه طريق حاططها، حاطط بلان معين ماشي عليه، لكن ما بيتاثرش كتير بالانتقادات، بالعكس يعني هو بيقول انا متعود على الانتقادات ديت في اي تمام. منتخب راح وكان في بعض الاسماء او بعض الانتقادات، فده شيء طبيعي في كره القدم. طيب اخيرا كابتن هاني، وليد سليمان كان معانا هنا في اللعيب وقال ان هو تحت امر منتخب مصر في اي وقت وتراجع عن فكره الاعتزال الدولي، هل ممكن بعد شفاء اصابته باذن الله ممكن يكون في ليه متابعه او في وقت يسمح ان ممكن تبصوا على وليد وليد سليمان؟ طبعا، وليد لعيب كبير، انا بقول لك مش عايز اتطرق لاسماء، لكن طبعا وليد لعيب مميز، لعيب كبير عارفين، وكان ماشي بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت قبل الاصابه، نتمنى له ان شاء الله ان هو يتعافى بشكل جيد، و يعني الوليد لو ما كانش حتى كان متعور كان ممكن جدا يكون معانا في المعسكر دوت، لكن يعني وليد زي ما بقول لك، ومش عايز اتطرق لاسماء، زي ما بقول لك احنا لو شفنا ومستر اجيري شاف ان وارد جدا ان في عنصر او عنصرين او ثلاثه هيكسبونا او هيكونوا ليهم تاثير ايجابي في البطوله الافريقيه، بغض النظر عن السن اكيد هيكون موجود، يعني احنا عايزين نكسب البطوله،